يرتفع التكبير. يحضنني أبنائي، أنصت للآيات تتقطر بها أفواههم، فيتعطر الكون من حولي ويغادرني الضجر. ما أروع ابتساماتهم وهم يتنفسون الفرح في باحاتي، ويحتفلون بحفظ كلمات الله في أرضي المبارك حولها، رغم كيد المحتل ورغم مكره بها، غير أن عدوي يعذب بقسوته طلابي، يمزق آمالهم وهو ينتزعهم من بين يدي، يلقي في براءة وجوههم نارا، ويصنع من دمهم ودموعهم عارا. ارحل عن أرضي يكفيها ما نالت من مر القهر، واطرد غربانك عن قدسي فسماها اشتاقت للفجر. أنا في حبات زخارفها، أنا في الأقواس وفي الصخر، أنا في حبات زخارفها، أنا في الأقواس وفي الصخر. الله أكبر. أبنائي يقاومون المحتل ليحموا عتباتي، شبابي بالتكبير يواجهون الخطر، لا يفرطون بمواقع سجودهم، لا يتركون كتبهم، يستمطرون السماء رحمة فيأتيهم على جناحها المطر. المقدسيون الشباب هم نهار أمتهم وهو ينجلي، هم حملة مشاعر العز جذوتها لا تنطفئ، هم الثوار، زيت سراجي في الليالي الحالكات وفي الظلم. غارق في الوحدة على كثرة إخوتي، غارق في الوحدة مكبل يا رب، والشوق في عيوني وخاصرتي تهم مآذني بالتكبير، أنا الأقصى الأسير. قدسي أهديك سلامي، أشواقي أحرف أشعاري، العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري، فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن الرباط ببيت المقدس وحوله من أعظم الرباط في سبيل الله، ففي الحديث
وليوشكن ألا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير من الدنيا وما فيها. أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال معاذ بن جبل وهم بالشام. أخرجه البخاري. ولا تزال عمليات تهويد القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي مستمرة للأسف الشديد، حيث تتصاعد موجة الاستيطان في حي الشيخ جراح الذي يواجه سكانه الفلسطينيين محاولات تهجيرهم المتواصلة. في أحدث التطورات بقى في هذا السياق، بينتظر أهالي الشيخ جراح قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد رفضهم مقترح التسوية اللي بيحولهم من ملاك لمستأجرين محميين لمدة 15 عام عند الجمعية الاستيطانية اللي بتسعى للسيطرة على الحي. كل ده بيحصل في وقت أعلنت فيه سلطات الاحتلال عن تحريك مشاريع استيطانية جديدة لتدعيم وتعزيز الوجود اليهودي في القدس. حول هذا المشهد بيسعدنا يكون معنا ضيوفنا هنا في الاستوديو أستاذ علي حسد إبراهيم الباحث في مؤسسة القدس الدولية. خلينا في البداية نشوف جانب من مؤتمر عقده أهالي حي الشيخ جراح عبروا فيه عن رسالتهم للعالم الحر من خلال هذا المقطع. يأتي هذا الرفض انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا، بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة. تسوق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول. طيب هنا أستاذ علي خلينا في البداية بعد التحية والترحيب نفهم إيه اللي بيجرى وتطورات الوضع في حي الشيخ جراح وماذا تريد المحكمة الإسرائيلية منه. أولا يعني أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة، وأعتذر ربما من المشاهدين الكرام أني سأتحدث بالفصحى بسبب شيء يسعد العادة، جزاكم الله خيرا. طبعا قضية الشيخ جراح قضية قديمة جدا وليست قضية حديثة، يعني حتى إن عدنا قليلا في التاريخ نجد بأن مهداف الاحتلال أو مهداف العصابات الصهيونية قد وضعت حي الشيخ جراح منذ أو إبان الحقبة العثمانية. يعني منذ تلك المرحلة حاولت مجموعات إسرائيلية أو صهيونية في تلك المرحلة أن تجد لها موطئ قدم في حي الشيخ جراح نتيجة موقع الاستراتيجي. اليوم حي الشيخ جراح يعتبر الامتداد الفاصل بين البلدة القديمة في الأسفل اللي فيها المسجد الأقصى المبارك واللي فيها الأحياء القدس القديمة وبين الأحياء الفلسطينية في الشمال،
فاليوم الفلسطيني الذي يريد أن ينتقل من شمال القدس إلى جنوبها إلى البلدة القديمة سيمر من حي الشيخ جراح، هذه أولا. ثانيا كيف نحن نتحدث اليوم عن ضواحي ثرية أو ضواحي مميزة، حي الشيخ جراح كان مثل هذه الضواحي، يعني قبيل أو بان الاحتلال البريطاني للقدس عدد كبير من عائلات المدينة خاصة الأثرياء قاموا ببناء منازل في تلك المنطقة، تلك منطقة راقية مميزة، من بينهم أو أشهرهم مفتي القدس الحاج أمين الحسيني رحمه الله تعالى. فصار في بالقدس ثقل ثقافي، ثقل سياسي وثقل مالي. كل هذه العوامل جعلت عصابات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة. بدأوا بادعاء بأن هناك قبر حاخام يهودي وقاموا. هي الخريطة بس عشان الناس تتخيل المكان الاستراتيجي. نعم هذا الحاج. صحيح، هذه خريطة البلدة القديمة طبعا يتوسطها أو يعني فيها المسجد الأقصى المبارك المعلم الأساسي، وحي الشيخ جراح نتحدث في الأعلى، يعني نتحدث في شمال البلدة القديمة. طبعا هذه المنطقة مقسمة لثلاث أقسام أساسية، الحي الإسلامي والحي المسيحي والحي اليهودي. طبعا الحي اليهودي هذا حي محتل، هجر أهله بعد احتلال المدينة عام 67. الخريطة أظن التالية. بس هل ممكن لو تحب توضح لنا أكثر، تشير لنا على الخريطة؟ ممتاز. ممكن الصورة اللي بعدها، لو احنا حي الشيخ جراح في الأعلى، وهذه نقطة مهمة جدا. انه من المعلومات المغلوطة، ممكن من المعلومات المغلوطة ومنتشرة كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم يقوموا بوضع حي الشيخ جراح في الحي الإسلامي أو أحيانا في حارة الأرمن. هذه معلومة مغلوطة. لماذا؟ لأن الحي هو بعيد عن البلدة، يعني مثل ما ذكرت لحضرتكم هو صلة الوصل بين وادي الجوز ومخيم شعفاط في الأعلى وبين البلدة القديمة بما فيها من أحياء إسلامية. يعني نحن عندما نتحدث عن البلدة القديمة نتحدث عن كتلة سكانية لا تتجاوز 30-40 ألف، ولكن عندما نتحدث عن الشطر الشرقي للقدس بكل ما فيه من هذه المناطق من الطور، رأس العمود، وادي الجوز، بيت سوريك وغيرها، نحن نتحدث عن كتلة سكانية ربما تصل عددها لأكثر 250 ألف نسمة. أهميته الاستراتيجية إيه؟ يعني تجاريا وضعه؟ نعم. أهميته أولا كما ذكرت في مرحلة ما كان هو الثقل النوعي السياسي والاقتصادي والمالي والثقافي طبعا في قبل 48، وفي 48 حاولت عصابات الاحتلال أن تسيطر عليه وتنفي مجموعة كبيرة من المعارك، وبالفعل أهالي الحي مع متضامنين ومتطوعين من البلدة القديمة استطاعوا أن يواجهوا عصابات الصهيونية. لماذا؟ لأنه هون في هذه المنطقة لدينا ما يعرف بمستشفى الهداسة. هذا إبان العثمانيين بنيت مستشفى لليهود للمستوطنين القادمين. هذه تحولت فيما بعد إلى الجامعة العبرية. نحن نعرف كمان الجامعة العربية كيف كان لها أهمية كبرى. فماذا كان يخطط الاحتلال؟ أن يجعل الجامعة العبرية ومستشفى هداسة ومن ثم الشيخ جراح حزام استيطاني شامل. طيب هذا الحزام ماذا سيفعل؟ سيعزل التجمع الإسلامي في الأسفل عن التجمع العربي الإسلامي في الأعلى. يعني عمليا اليوم إن استطاع الاحتلال أن يحقق أهدافه حتى هذه اللحظة نحن أمام كارثة. يعني اليوم أي فلسطيني يسكن في الشمال حتى في الضفة الغربية إن أراد أن يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك، ونحن نعرف ماذا يجري في الأقصى من اعتداءات واقتحامات ومحاولات لما يسمى اليوم التأسيس المعنوي للمعبد، هذا أظن قضية ربما نستطيع إن شاء الله في لقاء قادم الإضاءة عليها. كل هذه المناطق سيحرمون من الوصول إلى الأقصى أو سيعرقل وصولهم. يعني اليوم إن يعني كان في صلاة الجمعة مثلا يأتي إلى الأقصى من هذه المناطق 10,000 مصلي، ربما لن يصل 1,000 وربما أقل من ذلك. يعني هو التكتل في الشمال ده هو أكبر تكتل من أكبر التكتلات والعرب في مدينة القدس، خاصة مخيم شعفاط. مخيم شعفاط كتلة سكانية ضخمة وما شاء الله عنهم، نحن مثل بقول بالبلدي دم حامي، يعني يواجهون دائما في 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 مواجهات مع الاحتلال. النقطة الثانية إضافة إلى العزل هو التمدد. يعني دائما اليوم أو الاحتلال قام بفلسفته على مبدأين، المبدأ الأول زيادة عدد المستوطنين، والمبدأ الثاني ضم أكبر قدر ممكن من الأراضي. وفي هذين الهدفين يتجسد بحي الشيخ جراح. فهو من جهة يريد أن يرفع عدد المستوطنين، طبعا بالمقابل سيطرد أصحاب الحق السكان الأصليين أصحاب المنازل، وقضية المنازل ربما سنتحدث عنها. والنقطة الثانية أنه هو أصلا استطاع أن يسيطر على بعض أجزاء الحي، وهذه إشكالية. يعني خلال الأعوام، يعني اليوم من 67 لليوم طرد كثير من الأهالي أو سيطر على الأراضي. في عندنا قانون صدر ب 58 هو قانون أملاك الغائبين. هذا القانون
يشرع للاحتلال أن يسيطر ويستولي على كل منزل في القدس إن لم يكن أصحابه مقيمين فيه. يعني كل حدا كان في المدينة المحتلة بالسبع عفواً بعد 67 ما كان بمنزله ما كان بأرضه بيجي تجي سلطات الاحتلال وتسيطر على هذا المنزل. من خلال هذا القانون فقدت القدس عدد كبير وعدد هائل. تخيل أستاذ الكريم لو كان مثلاً الشخص في حي الشيخ جراح على سبيل المثال واحتل هذا البيت في 67 وصاحب المنزل في الحي الإسلامي هنا عند أقاربه بس عند التعداد لم يكن موجوداً في منزله يصادر. كثير من أهل القدس لم يكونوا في القدس مثلاً ولكن كانوا في الضفة أو في المناطق التي لم تحتل حينها أو حينها أو كانوا في الأردن لأنه كانوا تتبع في الأردن في تلك المرحلة. كل هذه الأراضي والمنازل تم السيطرة عليها. يعني إذن الهدف مش مجرد هدف تجاري وأن المنطقة دي يتم السيطرة عليها بشكل إعادة استثمار، لا ده في عزل ديموغرافي وتغيير التركيبة السكانية. تغيير التركيبة السكانية هون يظهر بشكل جلي جدا. القبر الذي تحدثنا عنه منذ قليل صديق شمعون هو طبعا قبر لعالم وشيخ مشهور في المنطقة اسمه عدو السعدي. هذا الشيخ محمد عدو السعدي زور قبره مثل ما ذكرنا إبان العثمانيين وبدأت المستوطنين يأتون إلى هذه المنطقة. هم في إشكالية، ماذا جرى؟ أنه كان يجوا المستوطنين وعندهم مثل طقوس الحج إلى هذه المنطقة وكان طبعا في تلك المرحلة كان لا أراضي زراعية. ما الذي جرى؟ قام المستوطنين لما يمروا بالحقول بيجوا أصحاب الأرض يا أخي أنتوا عم تتلفوا الأراضي المحاصيل، فكانوا يدفعون مثل ضريبة على الزمن. بعضهم استأجر مثل الأرض ليمر فيها. هذه الوثيقة اللي كانت أيام العثمانيين طبعا يعني صدرت بالغش، ليست لأنه كان القانون في تلك المرحلة إذا أصدره السلطان عبد الحميد يمنع الهجرة اليهودية بالأصل، ولكن تعرفوا للأسف ضعف الدولة وتراهلها استطاعوا أن يستأجروا بعض هذه الأرض. هذا المدخل القانوني اللي بدأ فيه التدخل في هذا الحي ومن ثم بدأ بالازدياد. بس عايزين نفهم بقى الكلام ده من خلال مفاتيح الصورة، يعني ممتاز. الألوان اللي تحت دي بتشير لإيه بالظبط؟ قبل الصورة في نقطة مهمة، هؤلاء الأهالي أصحاب الحي كيف أتوا إلى هنا؟ بال 48 كثير من أصحاب هذه الأراضي كانوا في الشطر الغربي، الشطر الغربي الذي احتل عام 48 هي القدس الغربية ولا؟ ما يسمى القدس الغربية، نحن هي قدس واحدة. الشطر الغربي من القدس هجر أهله ويعني منهم إلى داخل فلسطين ومنهم إلى خارجها، بعضهم انتقل إلى هذه المنطقة. شو صار بوقتها؟ كانت القدس تحت الرعاية وتحت الوصاية الأردنية. جاءت الأردن وقالت لأصحاب أو الذين سكنوا في هذه المنازل ما رأيكم نعقد اتفاقية، إن أسقطتم صفة لاجئ عنكم نقوم بتمليككم هذه المنازل. إنه هذا كان اتفاق جميل جدا، أطرافه أصحاب أو سكان الحي الجدد هن 28 عائلة والأردن الوصية على القدس الشرقية بعد احتلال الشطر الغربي ووكالة غوث وتشغيل لاجئين أو ما يسمى الأنروا. الإشكالية من اللي صارت إنه الأردن تعرفوا بيروقراطية الدول العربية ما شاء الله تأخر التسجيل، بدل ما أن يتم التسجيل مباشرة تم تأخر التسجيل عدة سنوات. طيب عدة سنوات ماذا جرى في 67؟ سقطت القدس أو الشطر الشرقي من القدس في يد الاحتلال. هون كان المدخل الوثيقة التي ذكرناها منذ قليل وثيقة على العثمانية، وطبعا الوثيقة زورت ما يعني الوثيقة الأصلية استئجار. شو عمل الاحتلال؟ زورها لملكية. بنفس الوقت أصحاب هذه المنازل لم يكونوا لديهم وثائق مؤكدة من السلطات الأردنية تثبت ملكيتهم. بدأنا من 67 حتى يومنا هذا مشاكل قانونية ومحاولات متتالية لإخراج أهالي الحي. من 67 لحد الوقت السلطات الأردنية مدتش للأهالي. السلطات الأردنية أخيرا تقول بأن أعطت الأهالي كل الإثباتات اللازمة، ولكن كما نقول نحن في العامية اللبنانية لضرب ضرب ولهرب هرب. هذه الإثباتات لو تم التسجيل في تلك المرحلة أو تلك الآونة كنا تجاوزنا كثيرا من المشاكل التي كانت ستحدث. طبعا الاحتلال لا يريد مبرر وهذا أمر نحن متفقون عليه، ولكن الحماية القانونية كانت مهمة جدا. الصورة التي أمامنا منلاحظ أنه في اللون الأحمر هي المناطق المهددة في التفجير، ولاحظوا وهذا المهم جدا للسادة المشاهدين أن كل أجزاء أو كل منطقة فيها منازل مهددة بالتهجير في عنا منزل في اللون الأزرق الذي يشير إلى منزل للمستوطنين. يعني عمليا كل منزل أحمر سيهجر، كل منزل فلسطيني سيهجر، سيتم
مباشرة استبدال سكانه بسكان مستوطنين يعني يهود. يعني الأحمر إشارة لإيه؟ يعني قادمة للتهجير أو يعني معارضة للتهجير. هيطلعوا أهلها. صحيح. والأزرق؟ الأزرق أهل مستوطنين. بيوت مستوطنين موجودين. يعني المستوطنين ساكنين جنب ال طبعا هذه جنب شو اللي صار هو؟ من 67 لليوم أو من السبعينات لليوم هو لما عندما أثيرت القضية جاءت منظمات استيطانية وأنشأت شركة اسمها شمعون شمعون شيلات أو هيك شيء وقالت إنه هذه الشركة تمثلنا ونحن نريد حقنا طبعا حقنا بين المزدوجين. منذ ذلك الوقت بدأت المشاكل القانونية والإشكاليات. بالسبعينات وكلوا الأهالي محامي يهودي اسمه توسكا كوهين. هذا المحامي ماذا فعل بكل أسف؟ مضى بعهدته عن الأهالي أنه يعترف بملكية الشركة الاستيطانية لهذه الأراضي أو لهذه. هم الأهالي وكلوا محامي يهودي ليه؟ بتلك المرحلة للأسف ضعف الفلسطينيين موجود موضوع اليسار يعني كان خطأ في هذه المرحلة والخطأ دفعنا ثمنه أنه كانت الموافقة المبدئية على هذه الملكية جرتنا أنه استطاع الاحتلال خلال سنوات أن يخرج عدد من أصحاب المنازل. يعني هذه المنازل كانت منازل فلسطينية ولكن الاحتلال استطاع أن يخرج أصحابها منها. شو اللي صار بعدين؟ ظهرت وثائق جديدة بعضها تم استجلابه هنا من تركيا من الأرشيف العثماني تثبت أنه كثير من هذه المنازل أصحابها الأصليين ما زالوا يعني يمتلكون وثائقها والوثائق موجودة. والأمر الثاني أنه أهالي الحي صار عنده أكثر وعي وبدأوا بتوكيل محامين فلسطينيين عندهم يعني عندهم ثوابت وعندهم كذا وتتابعت الموضوع. ولكن الاحتلال اليوم للأسف استطاع أن يخترق. اللون الأصفر هناك ماذا يدل؟ يدل أنه هذه أراضي إما تكون أراضي عامة أو أراضي تم الاستيلاء عليها سابقا وبدأ الاحتلال ببناء مشاريع استيطانية. على سبيل المثال في منطقة هنا قريبة من كرم الجاعوني اسمه كرم المفتي. كرم المفتي هو منزل المفتي أمين الحسين الشخصية الفلسطينية المشهورة. يتخيل السادة المشاهدين أنه في كرم المفتي مشروع استيطاني وسيبنى على منزل المفتي أمين الحسين كنيسة يهودي. هذا من باب النكاية بيته فوق منزله وهذا يعني شخصية فلسطينية لها دور كبير جدا. يعني هذا البعد الاستيطاني ليس فقط بعد استيطاني سكاني فقط ديموغرافي. التسميات دي مين اللي متكرم الجعوني وحي أم هارون دي تسميات يهودية؟ تسميات فلسطينية. فلسطينية تسميات فلسطينية ولكن المحاولة يعني على سبيل المثال يعقوب هذا الشخصية الكاريكاتورية المستوطن هذا تخيل جاء من الولايات المتحدة الأمريكية ليسكن في جزء من المنزل عائلة الكرد اللي هي عائلة فلسطينية تسكن المنزل منذ 48 حتى يومنا هذا. فين طيب المنزل اللي بيسكن فيه على خريطة موجود أو واضح؟ والله بالضبط يعني تعرفوا الذي لا يسكن في المكان صحيح. لا يعرف بالضبط ولكن أنا يعني بحسب ظني بأنه في كرم الجاعوني في هذه المنازل الأربعة. هو الجزء الأزرق الصغير ده تقريبا أظن والله أعلم لأنه هو جزء من منزل عائلة الكرد يعني هو في جزء قطع منه وسكن. صحيح. عايزين بقى يعملوا قرار جديد من المحكمة إنهم يأجر. حضرتك تفضل بقى ارتاح. جزاك الله خيرا. الوضع دلوقتي إنهم بيقولوا لهم ممكن البيوت تسلم ليكم على سبيل الإيجار. صحيح. هو هذه من تداعيات الذي حصل في السبعينات إنه تحول أصحاب الملكية إلى مستأجرين. التسوية الأخيرة كانت تطرح أنه أن يتحول أصحاب هذه المنازل إلى مستأجرين محميين. شو يعني؟ في قانون سن بإبان الحكم اليسار طبعا نحن نقطة مهمة جدا للمشاهدين يعرفونها. لا فرق بتعامل الاحتلال مع الفلسطينيين بين اليسار واليمين كلهم يمين ولكن تم إصدار قوانين طبعا هي هذه القوانين للمستوطنين وليست للفلسطينيين ولكن الفلسطيني استفاد منها من بينها موضوع حماية المستأجرين. هذا القانون يعطي للمستأجر حماية قانونية إلى الجيل الثالث يعني عند الوصول للجيل الثالث يصبح عرضة لإخراجه من المنزل. اليوم نحن ليش عرض على أهالي الشيخ جراح أنه نحن اليوم نتعامل معكم كأنكم الجيل الأول وبعد 15 20 30 سنة بحسب متى يصل الجيل الثالث تصبحون غير محميين في مقابل دفع إيجار شهري عفوا إيجار سنوي يعد رمزي بالنسبة لأسعار القدس نحو 2700 شيكل. يعني طبعا هم أصحاب البيوت وهيروحوا يدفعوا إيجار للشركة الاستيطانية. الإشكالية اليوم وين؟ الحل يعني بتقولوا اللي بده يريح راسه بيقول لك أنا بدفع وأنا محمي
الى الجيل الثالث الله اعلم يعني يفنى الذئب او يفنى الغنم. لكن المشكله مش بس هون، المشكله انه قضيه الشيخ جراح اصبحت قضيه وطنيه فلسطينيه، وليس فلسطينيه فقط، حتى عربيه اسلاميه. وبسببها، وهي كان جزء اساسي من اندلاع معركه سيف القدس، هذه المعركه التي سفك فيها دماء، التي قدمت فيها غزه تضحيات، التي فقد فيها شبان فلسطينيون في الحي وفي خارجه ارواحهم. فاليوم هذا السقف العالي من التضحية كان يستوجب كذلك الأمر من الأهالي سقف عالي من الثبات. إلى أي مدى سيستطيعون الصمود الأهالي؟ والله هذا سؤال صعب جدا، سؤال صعب جدا، لأن الضغوط من قبل الاحتلال ضغوط كبيرة. على سبيل المثال اليوم الاحتلال لا يحاصر الأهالي في المحاكم فقط، يعني اليوم إشكالية الأهالي ليست في المحاكم فقط، اليوم الاحتلال عم يضغط عليهم ميدانيا من خلال الاعتقال المتكرر، من خلال الضغط الميداني. حي الشيخ جراح لهم سكنة عسكرية، أهالي الحي عندما يدخلون إليه ويخرجون منه يتعرضون للتنكيل، لتعامل الوحشي. ونحن شاهدنا على سبيل المثال في إحدى المرات كيف ضرب أحد الجنود الاحتلال الناشطة من الكرد. هذا الاعتداء، هذا الضغط يراد منه أن يحول الأهالي أو يقبل الأهالي بهذه العروض أو بعرض الاحتلال. النقطة الثانية، في قوانين أخرى يتم استخدامها لطرد الأهالي. على سبيل المثال في قانون أصدر إبان الاحتلال البريطاني، هذا قانون المنفعة العامة، يعني اليوم بيجي الاحتلال أي منزل أي عقار في القدس يقول هذا لديه منفعة عامة وسوف نصادره مثلا لبناء مدرسة، لبناء مستشفى. في الأسابيع الماضية سيتم الاستيلاء على منزل ضمن هذا القانون. اجت سلطات الاحتلال وقالت سنبني مدرسة في هذه المنطقة، مع أنه ما في حاجة لا بالعدد ولا بالغرف الصفية. وتم طرد صاحب المنزل في حي الشيخ جراح فقط في سياق. هل في إمكانية لتدويل القضية ولا صعب؟ طب اليوم ملفات التدويل بيد للأسف عدد قليل من الدول، ولكنها لا تقوم بدورها على أكمل وجه. يعني اليوم دولة الأردن كصاحبة الوصاية على المسجد الأقصى المبارك لديها اليد الطولة في قضية القدس بشكل عام، وهي جزء أساسي من القضية، يعني كانت هي التي أعطت لهذه العائلات وجودها سبب إقامتها في هذه المنازل. تأخر ردة الفعل بشكل كبير، يعني اليوم الوثائق يعني كان ممكن تتقدم بالسبعينات، طيب كيف اليوم أرسلت في 2021؟ تأخر غير مبرر. موضوع إخراج هذه القضية إلى المحافل الدولية، محكمة العدالة الدولية، محكمة الجنايات الدولية، أمر سهل ولا يحتاج. يعني أحد المحامين مرة باتصال معه قال لنا في المؤسسة بأن هذا الملف لا يحتاج من محامي أردني مرموق أكثر من يوم واحد فقط، أو من جهة رسمية أردنية. اللي يمنع خاص. للأسف اليوم علاقات الدول العربية، ويعني هذا كلام على عهدتي ولا ليس للقناة أي علاقة به، سقف الدول العربية المتدني جدا من التفاعل ومن العمل لنصرة القدس سقف يعني هو في أقصى تدنيه منذ سنوات طويلة. للأسف الموقف الأردني حتى في الأقصى موقف في عليه إشكالات كثيرة، وهذا موضوع لا يخفى على أحد. فكيف بقضية مثل قضية الشيخ جراح للأسف تتعامل معها الأردن كقضية هامشية. في الأسبوع الماضي ذكرت لكم تحت الهواء كان عندنا ورشة، الورقة التي قدمتها تتحدث عن التفاعل. بالفعل إن شرحنا تفاعل الجهات العربية والإسلامية والله شيء يندى له الجبين. بالمقابل الحمد لله لدينا تفاعل شعبي مهم. هو ده بقى السؤال، يعني هل يستطيع محامي فلسطيني أن يقيم مثل هذه الدعوة القانونية عالميا ولا لازم يكون من الأردن؟ لازم يكون في جهة رسمية تحمل أول شيء، لأنه طبعا هذه الدعاوى تحتاج تكاليف كبيرة. وإن كان السلطة الفلسطينية موجودة، والله حتى للأسف السلطة، يعني اليوم نحن السلطة عندها شعار جميل جدا، هي أن نقول ما لا نفعل. نحن اليوم نشجب وندد مثل أي نظام رسمي عربي إن كان الأردن أو مصر أو غيرها، ولكن في المقابل لا نقوم بأي ترجمة عملية لهذه الأمور. يعني على سبيل المثال السلطة الفلسطينية منذ سنوات يعني عدة تقول بإيقاف التنسيق الأمني. التنسيق الأمني إشكالية كبرى، يعني اليوم جزء كبير من الذين ينفذون أو يريدون تنفيذ عمليات في ضد الاحتلال يتم اعتقالهم مش من الاحتلال، من أجهزة السلطة الفلسطينية. طيب مع ذلك التنسيق الأمني حتى يومنا هذا مستمر. هذا جزء من سيرورة هذا التقاعس. طيب بالمقابل من دخل على الخط ودخل دخول قوي جدا؟ دخلت المقاومة، وهذا كان تطور في طبيعة المعركة، وهذا أمر كان لافت جدا. اليوم تحولت المقاومة من بس المطلب، يعني كانت قبل كانت
والله بدنا توسيع الصيد البحري، بدنا فك الحواجز، بدنا إدخال بضائع إلى غزة، كان سقف أعلى جدا وكان سقفنا الأقصى قضية الشيخ جراح. لذلك نحن نقول بأن اليوم قضية الشيخ جراح تحتاج إلى فاعلين رئيسيين. الفاعل الأول هو مستمر وموجود، جزء منه ما نقوم به اليوم هو الفعل الشعبي، بفضل الله عز وجل كان قضية إلى حد اليوم ما شاء الله يعني في تفاعل كبير جدا. والفعل الثاني هو الفعل الرسمي أو الفعل العملاني إن صح التعبير، اللي هو كما ذكرنا منذ قليل تقديم القضايا، رفع الصوت في المحافل الدولية، خاصة وهذا أمر مهم ولافت أنه نحن اليوم بقضية الشيخ جراح أول مرة يصل صوتنا إلى الرأي العام العالمي، شارك فيه مؤثرين حتى عارضات أزياء بشكل أو بآخر، شاركوا أهالي الحي تضامنوا معه. هذه الحالة الدولية لا نستطيع أن نتعامل معها كأنها فقاعة، وهذا للأسف اليوم جزء من الفلسطيني مثل السلطة أو غيرهم نتعامل معه كأنه فقاعة، أنه هذا تعامل، هذا تفاعل سيمر، لا لازم تفاعل يبنى عليه يعني خطوات عملية على أرض الواقع. للأسف يعني أساتذتي الكرام خلي بالك مربوط برضو بصمود الأهالي وعدم قبولهم، لأنه لو قبل الجميع ربما لن يكون هناك مسوغ حتى قانوني للوقوف من القضاء. وهم كان يوم الإعلان عن الموقف يعني كنا على يعني نتحسس قلوبنا أنه بالفعل كان في أخبار. اليوم أهالي الحي بشر يتعرضون كما ذكرت منذ قليل لضغوطات كبيرة جدا جدا، إن ضعف أحدهم نحن علينا أن نسانده. كان في أخبار أنه بعض الأهالي ربما سيقبلون، وكان في حراك من المؤسسة واتصالات مع المحامين، والحمد لله كانت هذه الأخبار بفضل الله عز وجل تجاوزناها، وكان موقف الأهالي موقف مشرف جدا. اليوم ماذا سيكون؟ ما هو القادم؟ هذا هو السؤال الأبرز. كيف سترد محاكم الاحتلال؟ ما هو توجه هذه المحاكم؟ هل ستتحول الإخلاء إلى إخلاء إجباري؟ يعني اليوم نحن نتحول إلى فعل ميداني على أرض حي الشيخ جراح. طيب هذا ماذا يتطلب؟ يتطلب وجود ميداني من قبل أهالي القدس، قبل أهالي البلدة القديمة، من قبل كل من يستطيع الوصول إلى ذلك الحي. يعني اليوم على سبيل المثال أهل 48 فلسطيني في المناطق المحتلة عليهم أن يكونوا موجودين. وعندنا نموذج مهم ولو كان مختلف قليلا، هو اقتحام الأقصى في 28 رمضان. في ذلك الوقت لأنه كان الأقصى مليان بالمرابطين والمصلين، لم يستطع الاحتلال أن يدخل مستوطن واحد على الرغم من استخدام كل ما يملك من قوة. هذا النموذج نستطيع أن نطبقه في حي الشيخ جراح، ولكن كذا ما ذكرت يحتاج لإسناد سياسي وإسناد ميداني. ودائما نحن نقول، وهي للأسف صارت نحن عنا إياها مثل مطلب دائم، أنه وين المقاومة؟ ويلا محمد ضيف وكذا. آخر الدواء الكي، وفي حالة القدس آخر الدواء صواريخ غزة. الدواء الأول أن نفعل نحن على أرض الواقع، الخطوة الثانية التحفيز السياسي والتحفيز القانوني والدعم بهذه الأطر، ونترك أهلنا في غزة ليقدروا الموقف المناسب وليتدخلوا كما تدخلوا في معركة سيف القدس. لأنه اليوم تكرار التدخل ربما ستفقد هذا التدخل أهميته وحساسيته، وخاصة نحن اليوم يعني في كلام عن قضية تبادل أسرى، وفي كشف منذ أيام عن أسرى جدد مين اللي أسرهم وكيف. تكلفة كبيرة جدا، وخاصة طبعاً على المستوى البشري بتحصل طبعاً في غزة، لا يتمنى أحد طبعا أنها تحصل. وقلوبنا مع سكان حي الشيخ جراح، ويا رب بيبعد عنهم شر الصهاينة. بشكرك شكرا جزيلا الباحث في مؤسسة القدس الدولية السيد علي حسن إبراهيم على مشاركتك، وربنا يجعل هذه الفقرة تكون زيادة للوعي عند الناس وتزيد حالة الزخم والتعاطف مع سكان حي الشيخ جراح، وتفهم وتوعي الناس بأهمية هذا الحي الاستراتيجي، ولماذا يصر الاحتلال بهذه الطريقة على السيطرة على هذه المنازل. بنشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في مساء جديد، وتصبحوا على خير. صباح على خير.